وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا من فوائده، هذه سبيلي يعني هذه طريقتي، أدعو إلى الله فضل التوحيد على بصيرة يعني على علم. أنا ومن اتبعني تخصيص وعموم بعد تخصيص، معناه كل من ينتمي للسنة يتلو عليه أن يتبع هذه إيش الطريقة في الدعوة إلى الله عز وجل. وختمت بالبراءة من الشرك وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن أفضل ما تبدأ به دعوة الناس توحيد رب الناس أول شيء، قبل ما تتكلم عن الأخلاق وعن الأشياء التي يفعلها بعض الدعاة الحزبيين هذول، لأول شيء تعلم الناس إيش دينهم وتعلم الناس التوحيد. أول أمر في القرآن آية 21: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، آية 22. وأول دعاء: اهدنا الصراط المستقيم. فأول شيء يبدأ به في الدعوة، وعندك آية 25 سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أول شيء تدعو به الناس توحيد رب الناس تبارك وتعالى. إن وحدوا سهل بعد ذلك عليهم أن يكتسبوا كل شيء، أما إذا هم ما يعرفون التوحيد كيف يسهل عليهم بقية التكاليف. نعم.